السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات البث المباشر. إن شاء الله النهاردة معانا مراجعة الوحدة الثانية. طبعا احنا خلصنا كده الوحدة الثانية بثلاث دروس، هيبقى النهاردة إن شاء الله الوحدة الثانية المراجعة، وبعد كده هناخد بقى الوحدة الثالثة وهي آخر وحدة في دروس العلوم إن شاء الله. هنبدأ كده مع بعض حاجة زي ما احنا متعودين كده مع بعض، هنتدرب مع بعض على حل الأسئلة المختلفة، وهنحاول إن احنا نطبق بعض القوانين اللي استخدمناها، القوانين سواء في الانعكاس أو الانكسار، وكمان في خدنا بعض القوانين في الدرس الأول، هنحاول إن احنا نطبق القوانين دي في حل المسائل، هنستخدم كمان المهارات على الإجابات المختلفة اللي عندنا. هنبدأ كده إن شاء الله سنة تانية مع بعض بالسؤال اللي هو اختر الإجابة الصحيحة زي ما احنا متعودين. أول سؤال هنا بيقول لي: تستطيع الأذن أن تميز بين الأصوات المختلفة اعتمادا على نقاط. طبعا احنا الدرس ده كله أو الوحدة دي كلها كانت بتتكلم عن الصوت ودرسين في الضوء. خدنا في الصوت إن الأذن بتستطيع التمييز بين جميع الأصوات سواء كانت الحادة أو الغليظة أو القوية والضعيفة، أو كمان من عن طريق الاختلاف في النغمات التوافقية. النهاردة بقى هنشوف كده تستطيع الأذن أن تميز ما بين الأصوات المختلفة اعتمادا على، يا ترى هتكون درجة الصوت ولا شدة الصوت ولا نوع الصوت ولا كلهم جميع ما سبق. طبعا الأذن بتستطيع إن هي تميز ما بين الأصوات من حيث درجة الصوت، وكمان بتميز ما بين الأصوات من حيث شدة الصوت وكمان نوع الصوت، يبقى هنقول هنا جميع ما سبق. السؤال الثاني بيقول لي: الصوت الذي تردده 200 هرتز نقط من الصوت اللي تردده 100 هرتز، يا ترى هيكون اغلظ ولا احد ولا اقوى ولا اضعف؟ طب احنا نعرفها ازاي؟ هنيجي كده سنة تانية نشوف التردد. احنا خدنا علاقة التردد بمين؟ برافو، خدنا علاقة التردد بدرجة الصوت، تمام. ودرجة الصوت دي كانت بتميز الأصوات مين ومين؟ كانت بتميز عندي الأصوات الغليظة ومين؟ والحادة. برافو. طب ما أنا كل ما أزود عندي التردد كان الصوت بيبقى إيه؟ حاد. هل الصوت بيبقى حاد ولا الصوت بيبقى غليظ؟ تمام؟ يبقى أنا عندي كده درجة الصوت هتميز لي ما بين الاصوات الحاده والغليظه. طب درجه الصوت عندي كل ما يزيد التردد كل ما بتزيد عندي ايه؟ كل ما بتزيد حده الصوت. برافو. عشان كده بقول ان الصوت عندي اللي التردد بتاعه بيزيد بيكون اعلى في حده الصوت، عشان كده بنقول هيبقى ايه؟ احد من الصوت اللي تردده 100 هرتز بيبقى اكثر حده منه. السؤال اللي بعد كده برضو اختر الإجابة الصحيحة: يعتبر مقياس الديسيبل أو يعبر مقياس الديسيبل عن نقط الصوت، هل يا ترى بيعبر عن درجة الصوت ولا شدة الصوت ولا نوع الصوت ولا مستوى شدة الصوت؟ احنا خدنا درجة الصوت ما خدناش فيها حاجة، لما خدنا في شدة الصوت ومستوى شدة الصوت خدنا حاجتين بنقيس بيهم شدة الصوت. كان شدة الصوت عندي كنا بنقيسه بوات على متر مربع، ولما يزيد مستوى الصوت عن مستوى معين لحد ما بيوصل الضوضاء كنا بنقيسه بإيه؟ بالديسيبل. عشان كده بنقول إن مقياس الديسيبل ده بيعبر لي عن مستوى شدة الصوت اللي هي بعد كده بنسميها الضوضاء. السؤال اللي بعد كده بيقول لي: يا سنة تانية، إذا زادت المسافة بين مصدر الصوت والأذن من 5 لـ10، احنا واخدين علاقة ما بين المسافة وما بين كمان شدة مين؟ الصوت. هو هنا عايز فإن شدة الصوت بتقل إلى نقط. فاكرين القانون اللي أنا اديته لكم؟ قلنا عشان عايزين عندي المسافة إيه علاقتها عندي بشدة الصوت؟ فاكرين؟ قانون إيه؟ التربيع العكسي في الصوت، تمام. كنا بنقول إيه؟ كنا بنقول إن شدة الصوت بتتناسب إيه؟ عكسيًا مع مربع
المسافة مش مع المسافة بس، عشان كده كنا بنقول فيه تربية. فأنا لو زادت عندي المسافة سنة تانية من 5 لـ 10، يعني زادت لإيه؟ بالضعف. برافو، زادت للضعف من 5 لـ 10، يعني زادت للضعف. فأنا كنت بقول إيه؟ يا ترى هتقل شدة الصوت للنص ولا الربع ولا التلت ولا التسع؟ تعالوا كده نشوف. احنا قلنا شدة الصوت هنعرفها ازاي؟ هنشوف المسافة الأول. هي المسافة زادت، زادت للإيه؟ للضعف. فأنا كنت بشيل الف اهي وبكتب كام؟ الضعف يعني 2، وهنا تربيع. 1 على 2 تربيع يعني ربع، يبقى هنا عندي هيقل للكام؟ للربع. عشان كده بنقول هتقل شدة الصوت إلى الربع. عرفنا جت ازاي؟ من خلال استخدام قانون التربيع العكسي في الصوت. السؤال اللي بعد كده بيقول لي يتحلل الضوء الأبيض عند سقوطه على نقط. هل الضوء بيتحلل عند سقوطه على الحائط ولا سطح الماء ولا المنشور الثلاثي ولا الحائل الأبيض؟ احنا خدنا تحليل الضوء بيتحلل لـ7 ألوان اللي هم ألوان الطيف، كنا بنستخدمه عن طريق سقوط الضوء على مين؟ على المنشور الزجاجي الثلاثي. تعالوا بقى نتكلم شوية كده عن تحليل الضوء. وهنا في الاختياري بيقول لي عند تحليل الضوء الأبيض بواسطة المنشور الزجاجي بيكون أقل ألوان الطيف انحرافا هو مين؟ احنا كنا لما بنرسم المنشور كنا بنقول الألوان ده عندي اللون الأبيض، بيبدأ إن هو تنحرف منه الألوان، تمام؟ الـ7. فأنا عندي هنا مثلا لو هنا رأس المنشور اللي انحرف هنا كان أول واحد انحرف بسيط اللي هو كان مين يا سنة تانية؟ كان الضوء اللي أقرب إلى رأس المنشور كان الضوء مين؟ الأحمر. عشان كده بنقول اللون الأحمر دوت أقل انحراف، وكان آخر حاجة خالص اللي هو اللون البنفسجي كان أكثر انحراف. هنا بيقول لي عند تحليل الضوء بواسطة المنشور بيكون مين أقل انحراف؟ يا ترى هيكون الأحمر ولا الأخضر ولا الأزرق ولا البنفسجي؟ طبعا هيكون مين؟ الأحمر، أقرب إلى رأس المنشور. وإحنا قلنا كل ما ننزل كده الأسفل، تمام، بيقل التردد وبيزيد مين؟ بيقل طول الموجي وبيزيد عندي التردد، يبقى هيزيد التردد، تمام. وطبعا اللي عكس التردد مين؟ الطول الموجي، هنقول بيقل الطول الموجي. مجرد كده ما انا عرفت دول هعرف احل اي سؤال يجي لي على المنشور الثلاثي. بيقول لي تتناسب طاقة الفوتون تناسب النقط. احنا خدنا طاقة الفوتون، تمام، وقلنا ان كل ضوء ليه طاقة سميناها طاقة الفوتون، وطاقة الفوتون كانت بتتناسب طرديا مع مين؟ القانون بتاع ماكس بلانك كان بتتناسب طرديا مع التردد. اثبت العالم نقط ان موجة الضوء عبارة عن فوتونات. مين العالم اللي اثبت ان موجة الضوء عبارة عن فوتونات؟ كان العالم نيوتن ولا الحسن بن الهيثم ولا ماكس بلانك ولا هيرتز؟ طبعا كان العالم مين؟ ماكس بلانك. احنا خدنا في الضوء برضو الحسن بن الهيثم، ولكن يعتبر الحسن بن الهيثم هو مؤسس علم الضوء. اما اللي اثبت ان الضوء بيتكون من فوتونات هو ماكس بلانك. السؤال اللي بعد كده بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة إذا كانت الزاوية المحصورة ما بين شعاع الضوء الساقط والعمود المقام من نقطة السقوط على السطح العاكس 50 درجة، فإن زاوية الانعكاس هتساوي هل 40 ولا 50 ولا 90 ولا 0؟ طبعا في المسائل دي سنة تانية أنا لازم أرسم عشان في ناس كتير بتتلخبط، ما يبقاش عارف مكان الزاوية كويس فمش هيعرف يجيب زاوية السقوط وزاوية الانعكاس. هنا بيقول لي زاوية محصورة ما بين شعاع ضوء ساقط وعمود مقام، يعني أنا كده لو رسمت ده السطح العاكس وهعمل هنا العمود وده الشعاع الساقط، فأكيد الشعاع المنعكس هيبقى هنا، يبقى دي عندي زاوية مين؟ السقوط. فيقول لي الزاوية المحصورة ما بين شعاع الضوء الساقط والعمود كانت كام؟ 50 درجة. أكيد زاوية الانعكاس اللي احنا عارفينها اللي هتبقى في الناحية التانية، مش احنا واخدين القانون الأول بيقول لي إن زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس؟ فهتبقى عندي هنا زاوية سقوط 50، يبقى أكيد زاوية الانعكاس بكام؟ بـ50 برضه. السؤال العاشر بيقول لي يرجع انكسار الضوء إلى اختلاف نقط الضوء في الأوساط الشفافة المختلفة. طبعا احنا كنا واخدين إن الضوء بيسير في خطوط مستقيمة في الأوساط الشفافة، وقلنا إن الضوء سرعته ثابتة في الوسط الواحد، لكن لو اختلفت
الأوساط هتختلف منين؟ الحجم ولا الشدة ولا السرعة ولا التردد؟ طبعا حجم الضوء ما اتكلمناش عنه، ولا شدته ولا التردد، احنا اتكلمنا عن سرعة الضوء بتختلف لما الضوء بينتقل من وسط شفاف إلى وسط شفاف آخر مختلف عنه في إيه؟ الكثافة الضوئية، فهنا هينكسر الضوء نتيجة لاختلاف في إيه؟ سرعة الضوء. إذا سقط شعاع بزاوية 40 درجة من الماء على السطح الفاصل، ما دام قال لي على السطح الفاصل مش على السطح العاكس، فأنا كده هعرف إن في سطحين، واحد هيبقى وسط وواحد وسط تاني خالص. هنا بيقول لي زاوية السقوط كانت 40 لما كان في المية، يعني أنا عندي لو عملت كده زاوية سقوط أهي، بس زاوية السقوط دي جاية منين يا سنة تانية؟ من ماء. تمام، زاوية السقوط دي كانت كام؟ 40. طبعا احنا عارفين ان اي شعاع ضوئي بيسقط ما بين وسطين مختلفين فهينكسر، يا ترى بقى هينكسر الزاوية بتاعته هتبقى كبيرة او صغيرة؟ مش عارفين. هنعتبر ازاي؟ هنشوف ازاي ان الزاوية اكبر او اصغر؟ هنعرف في الاول الوسط اللي كان فيه الاول زاوية السقوط ده المية، بعد كده عدى من السطح الفاصل وراح لحاجة تاني وسط تاني اللي هو الهواء، يبقى بقى عندي وسطين شفافيين، واحد مية والتاني هواء. أهم حاجة أعرف إن الوسطين دول بيختلفوا في الكثافة الضوئية، فأنا أعرف إن كثافة المية هتكون كثافتها إيه؟ برافو، كثافتها أكبر، هتبقى أكيد كثافة الهواء إيه؟ هتبقى كثافة أقل، وأنا قلت لكم اللي كثافته كبيرة بتكون زاويته إيه؟ قليلة. فيا ترى هتبقى الزاوية اللي هي بقى هنا الانكسار لما تنكسر هتكون 50 ولا 40 ولا 30 ولا 0؟ أنا كنت قايلة لكم اللي كثافته أكبر هتبقى زاويته إيه؟ الزاوية بتاعته هتبقى إيه؟ أقل، يبقى أكيد اللي هينكسر عندي هتكون الزاوية أكتر من 40 اللي هي مين؟ 50، فعشان كده بينكسر مبتعدا عن إيه؟ عن العمود. تمام؟ يبقى احنا كده هنعرف ان وسط اكبر كثافه لو وسط اقل كثافه بيبتعد عن العمود نتيجه ان زاويه السقوط بتكون اقل من زاويه الانكسار. والعكس، السؤال اللي بعد كده بقى بيقول لي ايه؟ جايب لي شكلين وبيقول لي احدد نوع الانعكاس الحادث في كل من الشكلين. رقم واحد ده سنه تانيه هيبقى انعكاس شكله عامل ازاي؟ انا عندي هنا سطح انا شايفاه خشن، وعندي الانعكاسات كلها في عده اتجاهات اهو قدامي مش اتجاه واحد. اما التاني فالوسط بتاع السطح بتاعه مصقول او مستوي، وعندي الانعكاس كله في نفس الاتجاه، فهيبقى اول واحد دوت انعكاس غير منتظم والتاني هيبقى انعكاس منتظم. وسألني سؤال تاني على الاشكال اللي قدامي دي وقال لي اذكر الاسطح التي يحدث عليها كل منهما. يا ترى الانعكاس الغير منتظم ده بيحصل فين؟ على سطح ورقة الشجر او قطعة من الجلد او جاكيت صوف؟ اما الانعكاس المنتظم طبعا ممكن يكون مرآة مستوية او شريحة من الالومنيوم او لوح من الاستانلس، دي كلها الانعكاس المنتظم. وعرفنا ان الانعكاس المنتظم هو ارتداد الموجات الضوئية في اتجاه واحد عندما تسقط على سطح مصقول. اما الانعكاس غير المنتظم فهو ارتداد الموجات الضوئية في عدة اتجاهات زي ما احنا شايفين كده عندما تسقط على سطح خشن. السؤال اللي قدامنا ده بيقول لي علل لا ترتاح الأذن لسماع صوت الحفار. ليه لما بنسمع صوت الحفار مش زي ما بنسمع صوت الموسيقى أو القرآن أو بعض الآلات الموسيقية؟ ليه الأذن لا ترتاح لسماع صوت الحفار؟ عشان احنا خدنا إن صوت الحفار ده ماله؟ صوت غير منتظم التردد. وقارنا ما بين النغمات الموسيقية والضوضاء، وطبعا الحفار دوت يعتبر من الضوضاء لأن التردد بتاعه غير منتظم، فلا ترتاح الأذن لسماعه. يبقى لو جاء لي لا ترتاح الأذن لسماع صوت الحفار هقول له لأن صوت الحفار غير منتظم التردد. بيقول لي تزداد شدة الصوت في حجرة بها دخان ليه؟ ليه سنة تانية شدة الصوت بتزيد قوي في الحجرة اللي فيها دخان عن الحجرة اللي ما فيهاش؟ عشان الدخان ده ماله؟ تمام، كثافة الدخان عندي بتكون أكبر من كثافة الهواء. تمام، واحنا واخدين أصلا إن الكثافة كل ما بتزيد كل ما بتزيد معاها شدة مين؟ الصوت. ليه؟ لأنه بزيادة الكثافة أو كثافة الوسط اللي بينتقل فيه الصوت بتزداد شدة الصوت، وخدنا إن شدة الصوت بتتناسب طرديا مع مربع سعة الاهتزاز.
خدناها برضو ان شدة الصوت بتتناسب طرديا مع كثافة الوسط، وخدنا برضو مع اتجاه الرياح. اما الحاجة الوحيدة اللي احنا خدنا فيها شدة الصوت بتتناسب عكسيا كانت مع مربع المسافة. يبقى انا عندي هنا عشان كثافة الدخان اكبر من كثافة الهواء، وشدة الصوت بتتناسب طرديا مع كثافة الوسط التي تنتقل. طب لو جه كده سألني سؤال علل تاني، بيقول لي ليه زاوية السقوط لا تساوي زاوية الانكسار دائما؟ طبعا احنا خدنا القانون الاول في الانعكاس وقلنا زاوية السقوط دايما لازم تساوي زاوية الانكسار، لكن في زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس، ده في الانعكاس. اما عندي في الانكسار زاوية السقوط عندي لا تساوي زاوية الانكسار ولكنها بتساوي زاوية الخروج، ماشي؟ فانا عندي زاوية سقوط ليه مش بتساوي زاوية الانكسار؟ احنا قلنا لما الضوء بيسقط في وسط وبينكسر في وسط اخر بتكون عندي الوسطين دول مختلفين في الكثافة الضوئية. الكثافة الضوئية بتاعت الوسط لما تكون كبيرة بتبقى الزاوية اقل، تمام؟ او ممكن تزيد على حسب ايه؟ على حسب الوسط. لو انا عندي هنا كده الوسط هنا زجاج مثلا وهنا هواء، لو كان الجسم سقط من الهواء وراح للزجاج معناه ان الهواء اقل ايه؟ زي ما احنا لسه شارحين قبل كده كان اقل كثافة، فبتكون الزاوية بتاعته كبيرة، تمام؟ اما الزجاج اقصر كثافة فبتكون زاويته صغيرة. فأنا لو عملت هنا شعاع سقط من هنا كده هينكسر هنا، بس هينكسر مقترب ولا مبتعد عن العمود؟ هنشوف أكتر كثافة يبقى الزاوية قليلة، يبقى هيسقط مقتربا من العمود، فبتبقى الزاوية دي زاوية الانكسار أقل من زاوية الانعكاس، الانكسار أقل من زاوية السقوط. أما العكس لو كان جاي شعاع من هنا من الزجاج، تمام، هيسقط على الهواء في الوسط اللي فيه هواء، فانا عندي هيبتعد عن العمود وتكون الزاوية اكبر من زاوية السقوط. عشان كده بنقول بسبب تغيير مسار الضوء لما ينتقل، بس لازم يكون عند انتقاله ان هو انتقل مائل، لان السطح عندي الفاصل لو الجسم انتقل عمودي هينفذ دون ان يعاني ايه؟ اي انكسار. لازم زي ما احنا كده خدنا الحصة اللي فاتت، لازم عندي الشعاع يكون ساقط على السطح الفاصل بس يكون مائل بين وسطين مختلفين في الكثافة الضوئية، فبالتالي بتكون زاوية الانكسار ممكن تكون أكبر أو أقل من زاوية السقوط. تعالوا بقى كده نشوف الأشكال اللي أنا هجيبها لكم دي. أول شكل عندي الشعاع الساقط أهو زي ما إحنا شايفينه، إحنا طبعا عرفنا إن ده سطح عاكس لأن أنا شايفة مرآة أهو قدامي، تمام؟ سقط، أنا عندي الزاوية اللي بره 30، فإحنا قلنا بنجيب زاوية السقوط إزاي؟ نقول دي كلها كده 90، فبنقص 90 ناقص 30 هيساوي كام؟ 60، تمام؟ فهنا زاوية السقوط 60 وزاوية الانعكاس بتساوي 60، فأنا عندي الشعاع ينعكس بالشكل ده. تعالوا كده نشوف الشكل اللي بعده. ده كده عندي سطح عاكس والشعاع عندي ساقط عمودي على السطح العاكس. فاكرين لما قلنا الشعاع الساقط عمودي على السطح العاكس لما بيحصل له ايه سنة تانية؟ بينعكس على نفسه وهيرتد على نفسه، بحيث هتكون زاوية السقوط وزاوية الانعكاس كلهم هيساوي كام؟ صفر. يبقى الشعاع الساقط عمودي على السطح عاكس يرتد على نفسه بحيث تكون زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس بتساوي صفر. تعالوا نشوف الرسمة اللي بعديها كده. لو انا عندي شعاعين، واحد سقط زي ما انا شايفاه كده والتاني ساقط كده مائل، ودوت وسط او سطح عاكس، فانا عندي السطح العاكس ده لو الشعاع سقط عمودي زي ما احنا شايفين اكيد هينعكس على ايه؟ على نفسه، برافو. طب لو انا الشعاع عندي مائل كده هينعكس ازاي؟ يبقى ده عرفنا خلاص ان هو سقط عمودي انعكس على نفسه. طب لو جه مائل لازم اعمل عندي عمود مقام عشان احدد زاويه سقوط اهي وزاويه الانعكاس اهي، ودوت هيسقط عندي الشعاع كده فينعكس هيرتد لنفس الوسط فوق. عندي الوسط اللي احنا شايفينه دوت، تعالوا نشوف كده السطح ده بسميه سطح فاصل، مش انعكاس زي ما احنا شايفينه هنا، لا ده سطح فاصل. واحنا واخدين السطح الفاصل لما يسقط الشعاع عمودي على السطح الفاصل بيحصل له ايه؟ بينفذ
دون أن يعاني أي انكسار، أو يمتد على استقامته كأني بسطر بالظبط، يمتد على استقامته دون أن يعاني أي انكسار. تعالوا كده نشوف الرسمة اللي قدامنا دي. ده عندي شعاع سقط على مرآة وانعكس، بس هو لما انعكس من على المرآة الأولى سقط على مرآة تانية، أكيد هيحصل له إيه؟ هينعكس، بس يا ترى هينعكس إزاي؟ لو أنا عندي الزاوية دي 30، تمام؟ دي زاوية إيه؟ سقوط، فأنا دي كمان هتبقى كام؟ برافو، هتبقى 30. ليه؟ لأن زاوية السقوط عندي بتساوي زاوية الانعكاس، تمام؟ فاكرين الزاوية دي من العمود القائم هنا كده، دي كلها كده كام؟ لو أنا عندي 30 بره، يبقى فاضل الكام من 90؟ تمام، 60، تمام؟ يبقى أنا عندي زاوية سقوط أهي 30، وزاوية الانعكاس زيها 30، بس أنا عايزة أجيب الزاوية اللي في المثلث دي، فأنا قلت دي كلها كده هتبقى من العمود المقام للمراية، هتبقى عندي 90، فأنا نقصت 90 من 30 طلعت لي 60. تمام، ده مثلث عندي هعتبر من الأخضر ده كده كأنه ضلع، وده مثلث عندي فيه زاوية 60 وزاوية عندي 90، هيبقوا كام؟ 150. تمام، يبقى أنا عندي الزاويتين دول 60 و90 بقوا كام؟ 150. وإحنا كلنا عارفين إن زوايا المثلث كام؟ 180 درجة. لو شلنا منها ال 150 دول هيتفضل لي كام؟ 30. برافو، يبقى أنا هحط الزاوية اللي فاضلة هنا 30، صح؟ ماشي، الشعاع ده ينعكس، بس أنا لو عملت كده عمود مقام هيبقى الانعكاس بتاعه كده، دي هتبقى زاوية كام بقى؟ اللي هتبقى الدخلة دي عندي كلها كده 90، أنا حطيت منها ال 30 بره أهي، يبقى دي كام؟ 60، والزاوية دي 60. عرفنا بنجيب الزوايا ازاي؟ تمام، باخدها واحدة واحدة كأني بشتغل كل شعاع لوحده. ده سقط بزاوية 30 يبقى ينعكس بزاوية 30. طبعا اللي بره زاوية سقوط ما بين السطح العاكس والشعاع المنعكس هنقصهم من 90 هتبقى 60. زوايا المثلث كلها 180 درجة، فأنا عندي 60 و90 يبقى اللي فاضلة 30. 30 دي موجودة بره خالص اللي هي من عند الشعاع الساقط والسطح العاكس، فأنا عايزة أجيب زاوية السقوط عندي اللي هي ما بين الشعاع الساقط والعمود المقام، فأنا هنقصهم من 90 هتبقى كام؟ 60. فبالتالي هتكون الزاوية دي 60، وزاوية الانعكاس برضو كام؟ 60. دي بالنسبة لسنة تانية لكل أنواع المسارات الأشعة سواء بأي شكل من الأشكال. تعالوا كده نشوف مع بعض الأسئلة كده الموجودة على المسائل اللي في الوحدة دي. أول مسألة بيقول لي احسب الزمن بالدقائق، وهو لازم حدد لي كده هنا بالدقائق، خلي بالنا منها. الذي تستغرقه عجلة صافار، طبعا احنا واخدين عجلة صافار، أول ما نسمع عجلة صافار على طول نحط مين؟ القانون بتاعنا اللي هي ت بتساوي د في نون على زين اوتوماتيك. تمام، بعد كده بقى عملت 300 دوره كامله، يبقى دي عندي مين؟ د. برافو، اذا كان عدد اسنان الترس 60 سم يبقى ده مين؟ نون. وتردد الصوت الناشئ عند ملامسه الصفيحه المرنه للترس 30 هرتز، وعندي الت، يبقى انا عندي كده الدال والنون والت. تمام، فاضل لي مين؟ الزين، وهو اللي عايزه. يبقى زين دي بتساوي ايه؟ الزمن بيساوي د في نون على ت. طبعا احنا عندنا الدال بكام؟ ب 300، هنضربها في النون اللي هي 60، وبعدين هنقسمهم على ال 300 اللي هم الايه؟ الت. طبعا 300 تروح مع 300 يفضل عندي 60 ثانيه. طبعا هو مش محتاج عندي الزمن بالايه؟ بالثواني، ده هو قايل لي ان انا عايز الزمن بالايه؟ بالدقائق. فانا عشان احول من 60 ثانيه لدقيقه هقسم على 60. أول هنقول على طول 60 ثانية فيها هي عبارة عن دقيقة واحدة. تمام؟ أو اقسمها على 60 هتديني 1 دقيقة. تعالوا ناخد مثال تاني كده، بيقول لي احسب الطول الموجي للموجات الصوتية التي تنتقل في ماء البحر بسرعة 1500 متر على الثانية، السرعة دي رمزها عين، وعندي الطول الموجي اللي هو اللام، والتردد اللي هو التاء، هنا عندي تردد 10 كيلو هرتز.
تمام، واخلي بالي ان التردد عندي لازم اشتغل بيه بالهرتز مش بالكيلو هرتز. فانا هعمل ايه عشان احول من كيلو هرتز لهرتز؟ كنت بعمل في ايه؟ بضرب في 1000 تمام، او 10 اس 3 هي هي. فانا لازم احط القانون بتاعي الاول، قانون انتشار الموجات اللي كانت السرعه بتساوي التردد في الطول الموجي. انا عندي هنا عايز الطول الموجي اللي هو اللام، هتبقى عين على مين؟ على تي. تعالوا كده نشوف القانون، لام بتساوي عين على تي. اللام بكام؟ ب 1500، اللام احنا عايزينها، العين عندنا ب 1500 تمام، والتردد عندي ب 10، بس 10 ايه؟ 10 كيلو هرتز. هضربها في 1000 اللي هي 10 اس 3، في ناس بتكتبها 10 اس 3 وفي ناس بتكتبها 1000 عادي تمام، وهيطلع لي الناتج ايه؟ 15 من 100 متر، لان الطول الموجي بنقيسه بالايه؟ بالمتر. دي كده تعتبر مراجعه سريعه سنه ثانيه على الوحده الثانيه تمام. يعني احنا اتكلمنا النهارده عن المسائل بتاعت عجله فافار وسرعه انتشار الامواج، وعرفنا الانتظام سواء المنتظم او غير المنتظم، ونخلي بالنا من الاسئله بتاعت الانعكاس والانكسار في الضوء. كانت دي سنه ثانيه مراجعتنا على الوحده الثانيه. اتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، وكل سنه وحضراتكم طيبين. كنت معاكم ميس ايمان سبيتا من محافظه مطروح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.